مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معكم انا نجاح من قناتكم هاند ميد نجاح. تابعوا معي الفيديو للاخير لحتى نعرف كيف عملت ستاند كب كيك. انا هون معي قوالب السيليكون اللي بدي اعمل منها ستاند كب كيك. انا جهزت 4 اكواب من الريزن وخلطتهم مع المصلب. وهون رح أعمل كوب صغير أحط فيه اللون الذهبي. أنا سرعت الفيديو شوي لحتى ما يطول الفيديو كتير. أنا عملت كوبين من اللون الأبيض وكوبين وضعت فيه اللون الأسود وكوب صغير وضعت فيه كمية كتير قليلة حطيت فيه اللون الذهبي. هلأ بدنا نبلش عملية الصب. بعد ما تركته كم ساعة نشف شوي، هلأ بدي أحط له جليتر هيك بالأخير قبل ما أحط الطبقة الأخيرة اللي هي الشفافة. أنا جهزت كوبين من المصلب مع الريزن كمرحلة نهائية لعمل ستاند كب كيك. وهلأ بعد ما أتأكد إنه خلص الريزن نشف، أنا بدي أحاول أطالعه من القوالب. وهيك بيكون خلص معنا ستاند كب كيك. بتمنى إذا عجبكم الفيديو إنكم تعملوا إعجاب الفيديو ولا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة، وشكراً.